بينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ وليد البطوطي ممثل الاتحاد الدولي للمراقبين او المرشدين السياحيين. تحياتي لحضرتك استاذ وليد. اهلا وسهلا. مرشدين السياحيين يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني النهارده يعني هذه الزياره وهذا المؤتمر اهم الملفات اللي يجب ان تكون حاضره لدى العلاقات المصريه الاوكرانيه ومن اهمها ملف السياحه. وشوفي حضرتك طبعا يعني قلنا كتير جدا قبل كده انه مش النهارده ولا بدل بقالنا اكتر من كذا سنه على أولويات ملفات الخارجية المصرية السياحة. يعني أنا في خلال يمكن الثلاث سنوات أو الأربع سنوات اللي فاتت كان لي تعامل مباشر مع سفارات بره مصر أو ببقى متواجد بره مصر. يعني كان في نمرة 2 في السفارة بتاعتنا في وارسو، وده أنا قابلته سنة 2012 في وارسو، كان اسمه القنصل تامر المليجي، ولقيته بيتحدث في السياحة يمكن أكتر من مسوق سياحي عنده خلفية ودراسة. بيبقوا دارسين الملفات كويس قوي 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 قوي، وتحركاتهم سريعة وقوية، وبيقوموا بعملية الدعاية. كان وقتها نمرة 2 في السفارة بتاعتنا في التشيك ريبابليك في براغ، هو حاليا سفير في أفريقيا السفير خالد حسن، كان بيقدم دعاوي، كان بيتواصل مع وزارة السياحة وبيحصل على، كان عندنا مؤتمر معمول هناك ومصر وقتها قدمت في المؤتمر من خلال سفيرها وبحضوره على فكرة. وخدي بال حضرتك وجود السفير المصري في أي مؤتمرات خارجية شرف كبير جدا للي بيكونوا بيحضروا المؤتمر. والسفير المصري قدم تذكرتين طيارة وإقامة في فندق في البحر الأحمر، وعمل عرض، عمل عرض عن مصر والمصر الثقافية ومصر الترفيهية وكل حاجة. طبعا أنا دايما بشكر الوزير سامح شكري. كان لي الشرف السنة اللي فاتت أن أنا أمثل مصر في العيد القومي لكازاخستان، وكنت مندوب عن وزارة السياحة المصرية في العيد القومي لدولة كازاخستان. والسفير المصري بتاعنا هناك هيثم كمال، الحقيقه يعني نشاط كبير من وزير الخارجيه. لكن استاذ وليد بشكل صريح، ايه اللي ينقص مصر علشان ترجع تاني على خارطه السياحه؟ اللي ينقص مصر حضرتك الخدمات بمنتهى الامانه. احنا طول ما احنا يعني عمالين بنجلد في ذاتنا ونعمل والتنشيط ولازم نعمل دعايه، بس مش محتاجه دعايه. الدعاية هتكون من خلال الصرف الداخلي على الخدمات. بص حضرتك أنا بقول في كل حتة ويمكن عندكم كتير قوي جيت قلت الحمامات 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 هنقولها 530 مليون ألف مرة، مش معقولة. الحمامات في الأماكن السياحية ضروري أن يتم الاهتمام بيها وتبقى درجة 5 نجوم. الخدمات يعني تقصد في الخدمات الاهتمامات بالتفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة. يعني بنشكر الأستاذ وليد البطوطي ممثل الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين بالشرق الأوسط، كل الشكر لحضرتك.